ويا صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد وبداية بداية أسبوع جديدة، تعودت عليك بداية الأسبوع. إن شاء الله كل أيامنا تكون بدايات حلوة بحياتنا، بدايتها تنهار يحمل لنا ولكم الخير والصحة والسلامة وجبران الخاطر. دائما هيك بنقول يا رب هذا النهار هيك يكون تعويضي، يا رب نقدر نعمل من خلاله شفاتنا بحياتنا، ويكون بكرة هيك كمان يكون جبران في خاطر لجميع الناس وتحسن على جميع الأصعدة، خاصة اليوم السوريين. أمنياتنا لكم وحدي أكيد. بلش نهارنا وبلش المشوار الصباحي معكم، وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وتقاريرنا من المحافظات السورية. بدي أرجع لعندك يا هيدي. كيفك لليوم رشا؟ أنا منيحة، عندك كيفك؟ الحمد لله. وأكيد صباح الأكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا في حلقة جديدة من برنامج صباحنا غير. رح نترافق نحن وأنتوا لمدة ساعة ونص من الوقت، نتشارك العديد من الفقرات، من الضيوف، من التقارير في محافظاتنا السورية. ومثل ما تعودنا يوميا بصباحنا تكون أمنياتنا واحدة، إنه اليوم والأيام الجاية تحملكم كل الخير والصحة وراحة البال للجميع. مثل العادة فاصل صغير مشاهدينا ومنبلش رحلتنا الصباحية لليوم. بلشنا هايدي نشعر هلأ بتبدل الفصول، خريف رايحين للشتي. يمكن الأيام اللي جاية بلش بدنا نلبس كم خفيف، ما بنعرف إذا هذا الطقس يعني حيستمر هيك أو ممكن يتعدل يعني، بس في ناس كتير بتحب هالأجواء. أنت يعني من الأشخاص اللي ما بتحبي هذا الطقس؟ أنا معارض. تقولي إنه بسبب اكتئاب نوعا ما. عن جد كتير من الأشخاص بهي الفترة بتبدلات الطقس بتلاقي هيك في نوع من الاكتئاب بالجو، في نوع هيك ما بعرف. هو تبديل الفصول بشكل عام، بس دائما بيقولوا يعني بترجعي هيك للأجداد بيقولوا الصيف بساطه أوسع. فمن هاي الكلمة بنعرف إنه إحنا قادرين بهذا الفصل نعطي جمالية من كل شيء لأرواحنا لكل شيء بنعمله بالحياة. صحيح. فخلونا قبل ما نروح لأول فقراتنا ونستقبل ضيوفنا أكيد نكون بذاكرة الأيام ونشوف اليوم شو أهم الأحداث اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة مسترجعة مع بداية كل صباح. اليوم 20 أيلول، خلونا نتعرف على أبرزها. بمثل هاليوم من العام 1519 وصول المستكشف فرناندو ماجلان إلى مدينة شلوقة في رحلته حول العالم. بعام 1932 مهاتما غاندي يبدأ إضراب عن الطعام في سجن بوما احتجاجاً على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات. بعام 1946 افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي من أجل الحرب العالمية الثانية، حيث كان الافتتاح الأساسي بأيلول عام 1939. بعام 2006 إطلاق ناسا لمسبار ستيريو من أجل إجراء قياسات خاصة بالشمس. من مواليد هاليوم بعام 1833 إرنستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي حاصل على جائزة نوبل بالسلام عام 1907. شهد هاليوم وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1971 جورجيو سفريس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1963. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة والمميزة اللي تعودنا أنه تكون موجودة بصباحاتنا. خلونا نشوف المعلومات الجديدة لليوم ونرجع. هل تعلم أن البقاء في المنزل وعدم الخروج وقلة الحركة يعتبر المسبب الرئيسي للأمراض سواء النفسية أو العقلية والجسدية؟ فالعلماء يرون أن الإنسان لكي يضمن سلامته الصحية يحتاج للخروج من المنزل بشكل دوري، إما مع الأصدقاء أو لوحده في نزهة. هل تعلم أن أكثر صديق أخلاقي هو من يقدم لك المساعدة ويمنحك ما تريده دون أن ينتظر منك شيئاً ولا يطمح في أن تجازيه لاحقاً بأي شكل، بحيث يكون عطاؤه
الهدف الوحيد منه هو المساعدة. هذا التصرف يعبر عن درجة أخلاقية عالية ولا يمارس إلا بين الأصدقاء الحقيقيين. هل تعلم أن علم النفس يقول لكي تنجح عليك القبول بما حدث لك في الماضي بدون ندم، والقبول أيضاً بالحاضر بكل ثقة، ومواجهة المستقبل بلا خوف؟ لأن أي تأثير نفسي سلبي تكتسبه من التفكير الخاطئ في الماضي والحاضر والمستقبل تنعكس عواقبه في الفشل وعدم النجاح مباشرة. وأخيراً، هل تعلم أن الطالب إذا راجع دروسه بصوت مسموع ومرتفع فأنه سيتمكن من حفظ المعلومات في الذاكرة بشكل أسرع 5 مرات مقارنة عما إذا كان يقرأ بصمت؟ لذلك ينصح الخبراء مع قرب موسم الامتحانات بالقراءة بصوت أعلى بدلا من النظر إلى الكتاب. وبأول تقاريرنا لليوم حنروح فيه لجزيرة أرواد، هي أيقونة الحضارة السورية، الكنز المخبأ وسط طرطوس الجميلة، رح نتعرف عليه أكثر وعن معالمها ضمن التقرير التالي. جزيرة أرواد جزيرة تقع على بعد 5 كيلومتر من شاطئ طرطوس، وكانت مملكة فينيقية مزدهرة في مناطق من سواحل سوريا، وورد اسم أرواد أو أرادوس في رسائل تل العمارنة وفي حوليات ملوك آشور وفي مكتشفات الحضارة الفينيقية على المتوسط. أرواد اليوم هي ناحية تابعة لمحافظة طرطوس، عدد سكانها 5000 نسمة بحسب تعداد السكان لعام 1994، لكن واقع المسجلين من أبنائها يزيد عددهم على 11000 نسمة يعمل معظمهم خارجها. تتميز الجزيرة بممراتها، شوارعها المتعرجة، قلاعها الأثرية والبرج الأيوبي وبقايا سورها الضخم ومساكنها المتراصة. وتشتهر أرواد منذ القدم بصناعة السفن التي لا تزال إلى اليوم، والتي كانت قديماً أسطولاً بحرياً قوياً جعلت مملكة أرواد ذات قوة ونفوذ، وهي إلى اليوم تنفرد على الساحل السوري لوحدها كجزيرة سياحية مفضلة لزوارها. صباحكم خير وصحة من جديد مشاهدينا مع أولى فقراتنا لليوم. وكلنا بنعرف أنه الأصدقاء ممكن يكونوا مصدر للدعم والفرح باللحظات الحلوة والصعبة، أما الأطفال فهنن الجزء الأساسي والمهم، مو بس أسرارك إنما هنن وراثتك للمستقبل، هنن صورة عنك ومنك، وأكيد لكل شخص له مكانة وأهمية بحياتك. واليوم منهج المونتيسوري، المنهج التعليمي المتكامل، عم يشتغل على هذا الموضوع، يعزز ثقافة صداقة الأم مع أطفالها. لكن قبل ما ننتقل لضيفتنا ونحكي بالموضوع، أنا بدي أسأل رشا، بما أنك أم يا رشا، شو رأيك اليوم بعلاقة الأم مع الأطفال؟ هل ممكن تكون في صداقة؟ هلا طبعا هي ضرورية جدا، ولكن بهذا الوقت خلينا نقول التكنولوجيا البيئة كاملة تغيرت، يعني فصارت شوي يمكن صعبة على الأم. اليوم فرق الأجيال عم يعمل مشكلة. هلا أنا بقول هي كتير حاجة ضرورية يكون بيت سرة، يعني اليوم بس المشكلة بدك تبني الثقة بيناتكم، صح؟ بدك تبني هذا الأمان إنه أنا اليوم شو ما قلت لها للماما أو شو ما تصرفت غلط، هي اوكي مجوز ما تسامحني حتنبهني، بس انا ما انا لازم اكسر هذا الحاجز بيني وبين طفلي يعني. بس للاسف وبالواقع عم شوفه بشكل كتير قليل. صحيح، وذكرتي نقطة مهمة إنه الفارق العمري اليوم يمكن يلعب دور كتير تغير الأجيال يعني بالتفكير بالآراء. لهيك خلونا نحكي أكثر مشاهدينا تفاصيل عن الموضوع. بيسعدنا إنه تكون معنا لليوم رينا أيوب، استشارية طفولة مبكرة. يسعد صباحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير يا رينا. الحمد لله على سلامتك، اشتقنا لك. طول الغيبات شو جاب؟ تسلمي لي، شكرا، جبت معلومات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتي نورتينا اليوم. رينا اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، ودائما المنشأ هو الأهم بحياة كل طفل عنا يعني. ومثل ما قلتي كنا عم نحكي أنه هو صورة الأهل فيه مع بعض يعني. اليوم رح نحكي بمنهج المونتيسوري، نحكي بتفاصيله اليوم. شو خبرينا عنه أكثر، أهميته بموضوع التربية؟
المونتسوري هو ضبط وانضباط وترتيب أفكار وعادات وتقاليد ملائمة للمجتمع اللي نحن عايشين فيه. أبداً ما فينا نحن نربي أطفالنا بعيدين عن المجتمع وعن عاداتنا وتقاليدنا، لأنه بصير في خروج عن السيطرة بالأماكن اللي نحن بدنا إياها بس يصيروا مراهقين. نحن الأطفال من هن صغار، أنا مع إنه نحن نحتويهم، الأم بتحتوي الصديق ما بيحتوي. نحن مو مضطرين نلفظ كلمات ما بتكون هي بتعطي الصفة الخاصة أو الصفة العامة بالجهتين للطفل. موضوع إنه يكون صديقي أو تكون رفيقتي أو تكون كذا، هي درجات من أسماء الصداقة باللغة العربية. الأم هي الجذر، هي المنشأ، احتواء. هي الاحتواء، هي القوانين يلي كلها بتنبع منها للطفل عن طريق السلام، عن طريق التشافي، عن طريق الأفكار والمشاعر واحترامها للمشاعر البديلة. نحن لأطفالنا لحتى نكون متلازمين معهم، ما يكون في فروق فردية بيناتنا أو فروق بالعمر بيناتنا، لازم نحن نتقبلهم. ما نكون أصدقاء لألهم، لأنه خلينا نعطي الأسماء مسميات. الصديق صديق، الصديق ممكن يكون زميل بالعمل، ممكن يكون صاحب بصاحبه طول النهار، ممكن يكون الخليل اللي هو ممكن ياخذ من قلبه شوي. اذا بتنتبهوا حتى كاصدقائنا نحن بعد ما كبرنا ونحن صغار، كان لكل صديق في لهفه معينه، فهي بتجي لتقبل المشاعر، لتقبل الافكار، مين ممكن يرافقني اكثر بيومي. ودائما سن المراهقه بفضله الصديق يلي بيكون صدق وده، يلي هو قريب منه، قدران يسر له، قدران يحكي له، يلي هو بصفه الناجي من باللغه العربيه الصداقه الناجي فيها. اذا لقينا هذا الناجي الوحيد بهذا العمر يعني مشكله. تمام، هي الصفه الوحيده اللي بتنطبق على الأم، إنه تكون بهذا المكان صديقة، لكن مو مطلوب مننا إنه نناقش. الأطفال فهمانين، نحن إذا بدنا نجي بعمر معين بلش نخبرهم إنه نحن أصدقاء وإنه أنا وياك رفقات، حاول احكي لي وتحكي واحكي لك، نحن بنكون عم ندس نبضهم لحتى نحن كأمهات نعرف أشياء هن خافينا عنا، والطفل بيفهم كأنه صغير ولا كبير، بيعرف أنه أنت باللحظة اللي بتقولي فيها لطفلك أو لابنك أو لبنتك أنه نحن أصدقاء، يعني أنت بدك يلا بلشي يلا من تحت لتحت تحكي لي، أنت عم تسمعي. هني مو مطلوب منا أبداً أنه نحن نناقشهم، مطلوب مننا نحن نسمعهم، نفهم شو بدهم، نتخذ بآرائهم، نحاول نوعيهم. أكيد نحن ما بنقدر نفرض اختياراتنا عليهم، لأنه خياراتنا بزماننا، أنتوا قلتوا فقرة كتير حلوة، الأجيال بتتجدد، التكنولوجيا والتطور عم يعطي معلومات كتير أوسع من الأفق اللي نحن عايشينه، عم تطور شخصيته بالنهاية، عم تفتح له أفاق حرية، يعني نحن بجوز الأيام ما تتقبلها بحياته. بدنا نكون واعيين أنه نحن نرسم لهم منهج يكون فيه لهم حرية الخيار، ونحن نتقبل هذا الشيء ضمن الإطار، حكينا ضمن البيئة، ضمن صحيح. العادات والتقاليد، لكن نحن مختلفين كأسر، كل أسرة مختلفة عن الثاني، كل أسرة بتتقبل أشياء الأسرة الثانية ما بتتقبلها، لكن في شيء بالعام، في شيء بالوعي لا جمعي، إنه كل البيئة ماشية على منهج معين، أوكي طالما طفلي محترم البيئة أنا ما فيني داعي ضلني قارنه بابن رفيقتي أو ابن جيراننا أو اللي أعلى منه أو اللي أدنى منه، هني بدنا نتقبل قدراتهم كتير، خصوصا بس نوصل شوي بسن المراهقة، بصير نفرض عليهم نحن شو الفرع الممكن يختاروه، نحن كيف بنحبهم يلبسوا، كيف بنحبهم يتحدثوا، بصير نفرض نحن عليهم. إذا بنرجع نحن للطفولة اللي جواتنا، بنفرض عليهم الأشياء اللي نحن ما كنا يمكن نقدر نعملها، لكن هن لهم حرية خيارهم بالنهاية. تمام، وذكرتي نقطة إنه كل شخص اليوم له دور بحياتنا، له مهامه الخاصة، إن كانوا الأصدقاء، إن كانوا الأهالي، مو شرط دائما يكون اثنين نفس المهام يأدوها تجاهنا. طيب خلينا نرجع لموضوع الصداقة مع الأمومة، اليوم كيف ممكن نحقق هذا التوازن اليوم مع الطفل؟ تكون الأم عندها هذا التوازن النفسي، تكون الأم عندها القدرة على السلام والاستماع بدون النقاش. الأم الواعي أو الأكثر وعياً، يعني اللي الأم بتحاول دائماً تسمع وتضبط غضبها. نحن كلنا أمهات وبنعرف أنه بفترة معينة بلحظة معينة كل شيء، في دراسات وأبحاث وتجارب درسينا أو قارئين عنا هيك
بيجي ايوه تمام دافع الامومي عندك، فبتحسي انك انت من خوفك عليهم انه انت عم بتقولي كلمه لا. ضروريه كلمه لا بكثير اماكن، لكن باللحظه اللي بيكون فيها نقاش حاولي ضلك مستمعه، حاولي مرقي المعلومات اللي انت بدك اياها عن طريق الوعي مو عن طريق النصيحه، لانه الاطفال ابدا ما بيتقبلوا النصيحه. تمام. طيب رينا خلينا نرجع شوي لنهج المونتيسوري اليوم، خلينا نشرح عنه أكثر. يعني اليوم هذا العنوان، إذا حبيتي اليوم رينا من خلال تجربتك تلخصي بعناوين بمفهوم الصداقة، على شو بيعتمد اليوم هذا المنهج بين الأم والطفل؟ تمام. باللحظة اللي بيكون فيها الطفل الصغير بفوت على مناهج المونتيسوري، هي مش ورقة وقلم وكتابة، هي أسلوب حياة، هي تحريك أيقونات. تمام. هي أسلوب حياة وفتح أيقونات للدماغ بشكل فعلي ملائم للبيئة المعاشة. أنا بدي أعلمه للطفل من هو صغير الترتيب والانضباط والاعتماد على نفسه، من 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 لحظة ما من نبدأ نحن وياه بمسكة الكاسية مثلا أو لبس الجاكيت أو رباط البوت، من هون الطفل بصير عنده اعتماد على النفس، بصير مع الأيام بسن المراهقة شخصية متوازنة. أنا ما بقدر بيوم بلحظة بحس ابني كبر وصار مراهق أو البنوتة عنا نجي نحن نقول لازم تكوني منضبطة ولازم تكوني متوازنة ولازم تكوني مترتبة ولازم تكوني مرتبة على أغراضك، ونحن بالطفولة ما كنا نسمح لهم. إذا مننتبه نحن كأمهات من خوفنا على أطفالنا، ما منخلينا يأكل لحاله، ما منخليه يشرب لحاله، من اهتمامنا الزائد له دلالنا الكثير أو حرماننا، نحن منحاول أنه نحن يعتمد علينا أكثر بالأعمال المنزلية أو بالأعمال يلي هي لازم تكون هو عم يعملها لحتى يتعلم أنه الحياة فيها قواعد، فيها انضباط، فيها توازن. باللحظة اللي هو صغير وبلش يعتمد على نفسه رح يوصل لو حيحمل معه تمام قدران يعتمد علينا بأفكارنا، وقدرانين نعتمد عليه بأنه يطلع شخصية متوازنة بالمستقبل. تمام. هون نسألك شو هي المبادئ الأساسية أو القواعد أو الإرشادات يلي اليوم بتعلموها للأطفال ضمن منهج المونتيسوري؟ أهم شيء أنه نحن نكون متقبلينهم كفروق فردية، أهم شيء نحن ما نعمل مقارنات بين الأطفال، حتى الأمهات ما تعمل مقارنات بينه وبين بين بين رفقاتهم، لأنه هذا الشيء كتير بيأثر بالطفل، بحد من إمكانيته، بحد من طموحه، بيلغي موهبته، لأنه منصير نحن منفكر بالمحيط وبنشوف مواهب المحيط شو هي الأكثر عري، فمنفرض على أطفالنا أنه نغيروا مواهبهم، والموهبة بالفطرة موجودة لعمر 8 سنين. إذا نحن ما عرفنا كل طفل بشو بيتميز، نحن منكون عم نخليه يفقد شيء من توازنه بالمستقبل. والشغلة ممكن تحاولوا تعرفوا شو هي الموهبة أو أكيد القدرات الموجودة عند هدول الأطفال لحتى تنمو له إياها أكثر. أكيد. وما يكون في مقارنة أبداً، ممكن تكون موهبته غريبة وبسيطة وما أنا محتاجة أدوات كتير. الأهالي الواعيين هني اللي مو بيكثروا الأدوات لطفلهم، مو بيكثروا أنا لازم إذا هو بحب مثلاً الموسيقى ضروري يجيب له كل الأدوات، لا، ممكن هو يعزف على أشياء كتير بسيطة، لكن هذا الشيء مع الأيام بيعطيه ذاكرة سمعية قوية بتخليه يصير بدار الأوبرا لنفترض. هي الفكرة إنه نترك نحن الطفل على راحته، لكن مع شرحنا الدائم له شو الصح وشو الأصح. أبداً ما نذكر أنه في أغلاط بالحياة، لأنه الغلط يلي بالنسبة لنا ممكن يكون صح لبيئة تاني. صحيح. وبدي يكبر بدي يحس أنه نحن كنا نقول له كتير أشياء غلط، مع تطور الحياة والتكنولوجيا صار هذا الغلط برأيهم صح أو العكس، طالما نحن بنرجع منقول محافظين على العادات والتقاليد والبيئة. أكيد كلنا بالوعي اللاجمعي في عنا عادات وتقاليد بنرفضها دائما بنحكي فيها، بس اليوم المجتمع عم يفرضها بشكل تمام اعتيادي. تمام. تعودنا يعني على ضروري نعتاد عليها ونعود اطفالنا عليها، لانه اذا بننتبه لهي المرحله العمريه بالاطفال اللي هن بسن المراهقه، للاسف ما حدا معاجب الوضع، ما حدا معاجبته العيشه، ما حدا معاجبه يتقبل حتى بيئته بسبب تذمرنا اللي هن صغار كانوا يسمعوه، نحن هاي العادات ما بنحبها، نحن هاي البيئة ما بتعجبنا، نحن ضروري نسافر، نحن ممكن نروح على حياة مختلفة رغم انه نحن من الناس اللي سافرنا ورحنا واجينا. وانا بقول ان شاء الله كل حدا مشتهي يسافر يسافر ليستوعب انه الفكرة مش بالمكان، الفكرة فينا. إذا نحن مو قدرانين نتطور ونغير أنفسنا، إذا منروح على أي مكان بالكرة الأرضية رح نضلنا مكاننا. سافري وبتحملي معك كل الانكسارات والسلبيات يمكن بالحياة، صح؟ أكيد. وبكل دولة في انكسارات وفي إيجابيات، فنحن إذا كنا متوازنين بقدر نكون متوازنين حتى بهاي البيئة يلي أطفالنا عم يتدمروا فيها.
بنضلنا شايفين النور باماكن كثير صعبه. بتزرعوا يمكن فكره السفر عند الاطفال يعني من الصغر؟ الحكي اللي صار يعني الاطفال اللي مراهقين للاسف صرنا 12 سنه نحن بوضع شوي فينا نقول انه وضع بلدنا شوي ما انه متزن بسبب الظروف الاقتصاديه او الحرب اللي مر علينا، فهذا الطفل اللي هلق عمره 18 سنه هو وعي بالحرب، هذا اطفال وعي تدمر يعني تمام، فهني ما سمعوا مننا غير ما في كهرباء ما في مي لنفترض في غلاء لنفترض، سمعوا مننا التدمر فانتقل معلوماتهم تمام او انتقل وعيهم انه اذا رحنا سافرنا ورحنا على اماكن اخرى ممكن نشوف الحياه جميله صدقا. عفوا هاي الناس صح. يلي عقلك يلي بتروح طالما هني مو شايفين الحياه جميله ببلدهم باسرتهم ببيئتهم ما رح يشوفوها وين ما صحيح. هلا كثير من الناس اللي عم تسمعنا بجوز تخالفك الراي اليوم تقول نحن خلينا نطلع ونسافر نحن رضيانين يعني يطلعوا خذوا التجربه اليوم تمام. كمان التجربه بتعلم حتى لو كانت باخطائنا بتعلمنا يعني ما في درس بيمرق علينا بالسلبي والايجابي الا ما نحمل معه شيء بذاكرتنا وبارواحنا حتى. رينا خلينا نروح في بعض الاهالي رغم كل هذا التطور وكل التكنولوجيا وفر الاشجار اليوم في عائلات كثير بتقول لك انا ما فيني رافقه انا بفقد سلطتي معه، انا امي وابي ربينا ما كنا نقدر نرفع عيننا بوجه امي او ابي وليك كيف طلعنا صح. يعني من وين جايبين هي كلمه صداقه ورافقي ابنك ومعاهد؟ في رفض اليوم ما فينا احنا ننكر انه لا نحن تطورنا ونحن صرنا كوكب زمرودة من الاخر يعني اليوم في رفض بين الجيلين يعني اكيد. فاليوم شو يعني هل ممكن تفقد الصداقه؟ هل اليوم منظور الاهالي انه انا اذا بالتعنيف افضل من الترغيب؟ هل اليوم انه انا كصديق ما راح اضبط خليني اكون كمسؤول عنه؟ ابدا ما بدنا تعنيف وابدا ما بدنا دلال زائد وابدا ما بدنا نكون اصدقاء، نحن اولادنا هدول واطفالنا دائما خلينا نعطي قيمه للمسمى ابني 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 ما بصير صديقي لكن انا بمشاعر السلام يلي بيناتنا بنكبر سوا نتحمل المسؤوليات سوا. نرجع بنحكي انه الصديق له صفات معينه، انا مجرد ما بدي اقول انه انا وياك اصدقاء اذا انا بدي منك شيء وانت بدك مني شيء ما بدي اعلمه بالحياه انه بيننا وبين الاهل بين الطفل والاهل يكون في مقايضه، الحياه مقايضه خارج الاسره، بالاسره بدي يكون في تعاون بدي يكون في الفي اوكي انت بتكون باماكن نحن مثل الرفقة مثل الأصدقاء بأماكن معينة لنقدر نمشي هذا الدرب سوا بسلام وأريحية، لكن الاحترام أهم شيء، الاحترام يضله متوازن بهاي الأسرة. أنا كأم لازم تحترمني كأم وأنت كبنت بحترمك كبنت والعكس صحيح، كأب يحترم كأب ويحترم الإبن كإبن، ما يكون في هذا الخلط الدائم إنه عادي بصير شوي شوي ينكسر الحواجز بيناتهم كونهم أصدقاء، بطل في احترام ومجرد ما فقدنا الاحترام فقدنا الوعي بالأسرة. تمام. طيب منهج الصداقة مع الأمومة كيف كانت نتائجه؟ كيف كانت ردود أفعال الأهالي على هذا المنهج؟ كان في انتقادات حول هذا الموضوع أم لا كانت النتائج إيجابية؟ دائما بنرجع بنقول للفروق الفرديه بين الاسر، في اسر بتتقبل انه اطفالهم يعيشوا بسلام ويحترموا ارائهم، هي الفكره مش انه نكون اصدقاء ونكسر حواجز بيناتنا، هي الفكره انه يكون في وعي مشترك بين هاي الاسره ومتطلبات هذا الجيل، متطلبات الوعي من هو صغير لهو كبير، انا بعمر صغير بدي بلش ربيه على الاستقلاليه والاعتماد بالذات، اسمع له ما اطلب منه يحكي لي. لانه مجرد ما انا بلشت الح على الطفل، نحن بنحذر شوي الامهات باول الروضات انه ما تسالوا اولادكم شو عملتوا اليوم، عودوهم يحكوا لكم، ما تعودوهم تكونوا محقق معهم، مشان هن مع الايام بوصلوا العمر ما عاد يحكوا لكم. يمكن صيغه السؤال نفسها بتفرض بتغير تمام طريقه التفكير شو عملتوا او كيف كان يومك تمام. مين الرفقات الحلوين اللي شفتوهم دائما فرجوهم الشيء الايجابي بكل مكان بيروحوه مشان هن مع الايام بس يكبروا بصيروا بيشوفوا الاشياء النور اللي هن واضحه بالحياه اكثر من الاشياء السلبيه. ان شاء الله رينا اول شيء بدنا نتشكر حضورك لليوم الحمد لله على السلامه مره ثانيه ونتمنى هذا الجيل يكون نقدر نقدم له شيء تعويضي خلال 12 سنه يعني راح كثير عليهم ان شاء الله يا رب الايام الجايه تحمل لهم كل الخير يعني ونقدر نحقق من خلالهم احلام نحن في بعض الجزئيات ما قدرنا نحققها. شكرا كثير لك شكرا لك ويعطيكم العافيه ومشكوره جهود كل الكوادر التدريبيه الموجوده اليوم بمنهج المونتيسوري لانه انتم عم تساعدوا اليوم الاطفال عم تقدموا لهم الدعم والرعايه الكامله لحتى يصيروا اشخاص فاعلين بالمستقبل. شكرا لك شكرا كثير لك يعطيكم العافيه. هلا رشا نحن مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل مباشره لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار السياسيه محليا عربيا و
وعالميا مع زميلتنا نيرمين عمار. يسعد صباحك يا نيرمين. صباح الخير هايدي ورشا. موجز للأخبار لكن بعد الفاصل. يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ الخميس، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. ويعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية، كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الرئيس الأسد وفد سياسي اقتصادية. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحة، ما يرفع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى 6 شهداء. وبعد إعلان مصادر طبية فجرا استشهاد شاب من قرية مركة جنوب جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة العدوان على مخيم جنين إلى 4 شهداء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من اليوم مخيم عقبة جبر بعدد كبير من الآليات. وذكرت أن جنود الاحتلال انتشروا في حول المخيم وداهموا عشرات المنازل فيه. اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الثلاثاء الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع. وقال رئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية تصب زيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية، إنه للأسف مخطط طويل الأمد. كما دعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف أن هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح. وفي خبرنا الأخير، دعت الخارجية الروسية طرفي النزاع في منطقة قرباخ إلى وقف العمليات القتالية فورا والعودة إلى تنفيذ الاتفاقات حول تسوية النزاع التي تم التوصل إليها في الفترة من عام 2020-2022. وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أنه نظرا للتصعيد الحاد للمواجهة المسلحة في قرباخ، ندعو الطرفين المتنازعين بإصرار إلى وقف إراقة الدماء فورا ووقف العمليات القتالية واستبعاد سقوط ضحايا بين السكان المدنيين. وأشارت إلى أنه أثر على مصير التسوية في قرباغ بشكل جوهري اعتراف يرفان الرسمية بأن قرباغ جزء من أراضي أذربيجان خلال قمتي تشرين أول من عام 2022 وأيار 2023 برعاية الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، عودة إليك هايدي. شكرا لك يا نيرمين، يعطيك ألف عافية. أما هلا نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي ووصلنا معكم لتاني فقراتنا لليوم. أكيد هايدي، اليوم رح نحكي عن، خلينا نقول بدنا نضوي على قصة عم نعيش لهلا أحداثها بعد كارثة الزلزال. للأسف شفنا صار في هدم كثير بالبنى التحتية بالمناطق المتضررة أثناء كارثة الزلزال. أثناء حدوث الزلزال كان في وقوع لأبنية كثير، فيما بعد راح بعض المناطق للتصدع وصار في لجنات عم تطلع وتكشف على الأبنية ويقرروا إذا كان هذا البناء حيكون رايح للهدم أو لا، ممكن أنه هذا التصدع يكون ما بيأثر على البناء التحتية. واليوم لهلأ نحن عم نعيش لهلأ مجريات الزلزال وأحداث ممكن تخلينا بعض العائلات تخاف أنه اليوم أنه في تصدع عندي بالحياة من أثر الزلزال. والهزات الخفيفة لهلأ هي بالنسبة للناس كتير هي فوبيا. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، وضيفنا اليوم هو المهندس غسان معمولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي. صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك.
يسعد صباحكم، نهاركم مبارك. أهلا وسهلا صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية كلنا بنعرف أنه الأمان والسلامة والمصداقية من الاعتبارات الأساسية يلي المفروض تكون موجودة لما نصمم أي مبنى اليوم لحتى يكون مجهز من كافة النواحي للسكن. قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع خلينا نتعرف على لجنة السلامة الإنشائية ودورها. لجنة السلامة الإنشائية أو ما يسمى لجنة الترابط الإنشائي هي عبارة عن وحدة هندسية تتبع لمحافظة دمشق. مهمتها الأساسية هي الإشراف والمراقبة والمتابعة لسلامة المنشآت، كافة المنشآت في ضمن الحيز الجغرافي لمحافظة دمشق، ومتابعتها والإشراف عليها وإعداد توصيات من ناحية المعالجة أو توصيات من ناحية التدعيم أو الحصول على أو ضمان الاستقرار للمواطن أو للحالة للمواطن الساكن. أستاذ، أمت الأبنية اليوم بتكون بحاجة لصيانة، بحاجة نحن نعرف إذا فيها أخطاء معينة كرمال نبلش في إجراءات الصيانة؟ الحقيقة لازم يعني بعد حادثة الزلزال المؤسفة تنبهت، أو طبعا المحافظة شكرت مجموعة لجان لمتابعة الحالات العيوب الإنشائية أو التشققات أو المظاهر المؤذية أو المضرة للبناء. طبعا اي بناء هو عباره عن، احنا مرجعنا هو الجمله الانشائيه للبناء، هي مكوناته هو الاساس، الاعمده، الجسور او الجوائز او البلاطات، هي هذا هو الهيكل العظمي، هو الحامل للبناء. طبعا لما تشكلت لجان او المواطن بهالحاله هي لازم يعني تشكلت عنا ثقافه انه لازم او اهميه متابعه صيانه البناء. البناء مو يعني عمرناه وسكناه واستقر. عادة الأخ المواطن أو الساكن دهان بعد عمر معين، بدهن بيجدده، الديكور بيغيره، الأثاث بيغيره. الجملة الإنشائية لازم كمان كل فترة نراقبها ونتابعها دائما. هو البناء هو عبارة عن كائن هندسي معرض للضرر، معرض للخطر، معرض أحيانا بيكون مشاكل نتيجة سوء بالتنفيذ، أحيانا بيكون في مشاكل تسرب مياه، أحياناً بيكون تعرض للزلازل أو أثر خفيف من الزلازل، أو أحياناً مخالفة بناء موجودة. طبعاً هدول أضعف شيء بسبب الخطورة أو ضرر. أكيد أستاذ، وذكرت شغلة يعني عم في ناس كتير أو أبنية كتير أو مناطق كتير عم تعاني من موضوع تسرب المياه اليوم، يعني هي من أحد الأسباب اللي بتخلينا أنه نحن نتابع موضوع السلامة بالبناء التحتية، مثل ما قلت تغيير ديكور، دهان إلى آخره. اليوم إذا بدنا نتوسع بعمل اللجنة، اليوم هاي اللجنة شو شغله بالضبط؟ يعني وقت اللي بيكون في بيت انه بدها تطلع تكشف عليه، كيف بيتم تقييم هذا المنزل؟ طبعا المواطن اول واحد هو اللي بيدعينا انه نشوف بيته، لانه هذا البيت له خصوصيه. صحيح. بيلاحظ مظاهر معيبه على البيت، مو على الديكور، على الجمله الانشائيه وعلى جدران البلوك، من ناحيه انه في تشققات. التشققات تظهر من خلال تنسيمات تكبر او تشققات او تصدعات، وبالتالي هذا نتناجم عن انه الجمله الانشائيه محموله على اثاثات. هالاثاث في حال تسرب مياه او في ضعف او في سوء بالتنفيذ تعرض لهبوط. لما يتعرض لهبوط باثاث واحد وبالتالي لحو العمود، وبالتالي سبب هبوط ما يسمى هبوط تفاضلي. لو كان هبوط كامل ما ضرر البناء، لما يصير هبوط تفاضلي بيصير بقى بيظهر وين؟ على العناصر الانشائيه للبناء. بقى المواطن لما بيشوف اي مظاهر معيبه من تشققات او تنسيمات، اول شيء بيخبر الجمله، بيخبر محافظ دمشق او الدوائر الخدمات التابعه لها، بيعلم، نحن بنجي بنتحقق منها. وطبعا المواطن بيقدر هو كمان يراقب حاله الانشائيه، في حال ظهر عيب انشائي او شيء معين يحط مؤشرات ما يسمى. شو يعني مؤشرات او عيب انشائي؟ اليوم يعني انا اليوم عم بدي اشوف انه في شيء ببيتي، كيف بدي اقيم انا ما عندي هي الخبره الهندسيه؟ تمام، بغض النظر انا اذا ما عندي خبره، ليثما يحضر المختص، ممكن المواطن يلاقي عيب بالجدار البلوك لو فرضنا، هو القاطع الفاصل بين وحدتين او بين حجرتين او العناصر الانشائيه، هالتشقق بده يشوفه تطور ام لا. احيانا العين المجرده لا تكفي او لا تعطيك المعلومه المضبوطه. نحن بننصح احيانا انه يحط ما يسمى ودعات جصيه، يعني ماده تجص مع المي، تنحشى باماكن معينه، وبالتالي هي الجص تنشف طبعا براقب. مع الوقت بتجف. لما يصير اي تحرك غير مرئي بالعين المجرده للمنشا بتبين مباشره على الجص، بتطور. لان احيانا المواطن بتخدعه عينه انه اخي صار له من سنه سنتين بس، لكن ما عم يراقب انه نحن لما في هيك حالات عاده بنطلع بنحط عينات جصيه او
ودعات ومنحط عليها علامات ومنحط تواريخة منتبعها بعد شهر شهر اللي بعده شهر اللي بعده، ولكن نفس الوقت بدنا نزيل الأسباب أسباب الهبوط أو العيوب الإنشائية. وثاني شيء إذا في مشاكل إنشائية أو في تسرب مياه، مشكلة تسرب مياه هي أكثر شيء هي عم تعمل خطورة، سواء الصرف الصحي أو سواء غرف التفتيش اللي بالأبنية المشتركة، لما عم يتسرب المياه عم تنتشر بالتربة أو بتربة الأساس اللي تحت الأثاث أثاث أساس البناء. التربة لما تتعرض للمياه بتتعرض للانكماش، وبالتالي تتعرض أساس البناء للهبوط. بيقولوا بالعامية الهبوط بيصير تفاضلي، ريحت. هلا هو بيصير تريح، أحيانا تريح ما بيضر كثير أو مو خطير. شو السبب؟ أحيانا لأنه نحن لما منشيل لما نعمر بناء نعتبر البناء وزنه 300 لو فرضنا 500 طن طبعا. فرضنا أول شيء بنزيح التربة لنوصل لمنسوب الأساس، بيكون التربة وزنها 25 طن أو 50 طن، عاملين إنها 50 طن حطينا محله 300-400-500 طن، معناتها تغيرت الحمولات على التربة التأسيس. ده تريح مع الوقت لما يصير إكساء، لما يصير سكان، لما يصير استثمار، لما يصير في حمولات حية استثمار تجاري، صار في ضغط، صار في حركة، صار في حمولات ديناميكية وميتة، سببت تريح، لكن هالتريح أعطى استقرار لكن تمام ما انه مخيف. لا ان شاء الله ما مخيف. تمام استاذ غسان، يعني ذكرت مشاكل عديده انشائيه ممكن الاشخاص ينتبهوا لها او ما ينتبهوا اليوم لخطورتها. طيب خلال جولاتكم اليوم ضمن بعض الابنيه، شو ابرز المشاكل يلي فعلا بتستدعي انه نحن خلص نخلي المبنى؟ نعم طبعا في حال اذا المبنى خلال جولاتنا الحمد لله بمدينه دمشق ما اضطرينا نخلي اي بناء حتى بالاطراف دمشق، لكن بالمطلق بشكل عام لما نضطر لإخلاء المبنى لقينا وجود عيوب إنشائية وتشققات وعم تطور تشققات بالجملة الإنشائية اللي هي الأعمدة، ظهور حديد التسليح من السقف، سقف البيت أو الصالون أو ما يشابه ذلك، الجسور تشققات عم تتطور عم تزيد عم توصل لمرحلة ممكن يصير انهيار. هلا احنا دائما الجمله الانشائيه هي عباره مثل ما قلنا الاساسات والاعمده والجسور والبلاطات. الابنيه اللي بتعمر بدمشق او بسوريا طبعا وفق الكود السوري والعرف تبعنا من ماده البيتون المسلح، اللي هي البيتون المسلح عباره عن اسمنت وبحص ورمل وماء، بتختلط بشكل ماده البيتون، والمكون العنصر هي عباره عن ماده البيتون المسلح مع الحديد. الحديد بيقاوم الشد والبيتون بيقاوم الضغط. الهندسه بالموضوع انه نحط المكان اللي فيه يتعرض للشد الحديد والمكان اللي يتعرض للضغط الاسمنت، وبالتالي لما نشوف عيوب ظاهره بالبناء، ظهور حديد التسليح، تشققات واضحه كبيره باماكن متعدده وعم تتطور وتتزايد، وبالتالي كذا نحن بعملنا احيانا بنشوف جزء من عقار قايل للسقوط او كذا، دورنا نحن بالاخير عشان ما يضر البناء بالكامل او ينهار بشكل مفاجئ، احيانا بنطلع من خبرتنا بنفصله انشائيا عن الكتله السليمه وبنقيم القسم المتضرر، وبالتالي بنعطي موافقه للمواطن انه يرجع يصلح القسم المتضرر سواء جدار مطلع على الطريق العام او شرفه او ما شابه ذلك. طيب استاذ هون اليوم في نقطه الناس بتخاف منها، يعني وصارت بأثناء كارثة الزلزال بتشوف البناء نفسه، يعني بعض الشقق متضررة جدا وبعض لا، يعني حسب من جهة لجهة أخرى عم يختلف هذا الضرر. طب اليوم كيف هذا المواطن بده يرجع يأمن أنه يرجع يضبط هذا البيت يقعد فيه، وشايف جاره اليوم أنه في تصدع كتير كبير أدى لهدم بجدران المنزل، اليوم كيف جهة بتتصدع وجهة لا يعني بالبناء نفسه؟ ستنا الكريمة أحيانا بيكون البناء كتلته كبيرة وفي فواصل إنشائية، فواصل صب، يعني هذا الكتلة لحال وهذا الكتلة لحال ظاهريا. يعني أعطيك مثال، في أبنية عملاقة وكبيرة مثل أبنية الوحدات المدينة الجامعية، نعم هي وحدات المدينة الجامعية أبنية كبيرة طولها مثلا مجازة أو طول البناء 30-40 متر، هي لما بتتعمر ما بتتعمر بكتلة واحدة، بيكون في شيء اسمه فاصل صب أو فاصل زلزالي منع انه يتضرر القسم هذا ما يضر القسم الثاني. نحن ظاهريا بنشوف هذا متضرر لكن القسم الثاني ما تضرر، نتيجه انه هي بنايه لحال وهي بنايه لحال لكن ملتصقين وبيناتهم فاصل وجوانات فاصله بيناتهم، ظاهريا ما ببين معنا. بيكون هون صاير عيوب، هبوطات معينه، سوء بالتنفيذ، يعني احيانا الدراسه بتكون صح لكن على الواقع صار في شويه تساهل، ما وصلوا للصخر الاساسي او الاوتاد انعملت بشكل صح، المونه ما انحطت مضبوط، الحديد ما عندك نحط بمكانه الصحيح وفق ما هو وارد بمخططات الهندسيه.
طيب شو سبب تصدع اليوم الأبنية الحديثة يلي ممكن ما إلى 4-5 سنين اليوم؟ هل ممكن كان في غياب لبعض أخلاقيات العمل أم كان في أخطاء شائعة من قبل المسؤولين على المبنى؟ شوفي أستاذي هايدي، إحنا بالمطلق عم يعني العملاقية الأبنية اللي عم تطلع بدمشق تصدعات عم تطلع كثير خفيفة بسيطة، وخصوصي الأبنية المرخصة. مهندسنا سمعته جيدة، وفي عندنا احنا لجان إشراف دائمة، يعني احنا المنشأ أي منشأ بده يتعمر في مهندس دارس، بعد ما يتقدم المخطط مهندس دارس بتدقق من نقابة المهندسين ووفق معايير ومحددات محددة هو الكود العربي السوري، ومن ثم هاي المخططات تنحط بعد ما يتوافق على الترخيص للتنفيذ. صار في مهندس مقيم ومهندس مشرف وفي اختبار لمواد الورشة. احيانا بيكون في سوء بالتنفيذ، بتنفيذ المواد، عدم رش المواد الاسمنت، بده سقي احيانا بالصيف بيتعرض لانكماش لانه هي عباره عن تفاعل بين الاسمنت والمواد المختلطه. احيانا بيكون في سوء بالتنفيذ، في شيء مو حاسبينه بتحمل التربه، بس نسبيا ما لقينا عيوب. مثل ما قلت لك انه تريح بالتربه، تشققات بسيطه، تسرب مياه، احيانا بيكون البناء قريب لمسيل النهر او لمجرى النهر، بس احيانا الضرر البسيط ممكن يمتد ويسبب. هذا شيء دورنا اللي هو بنراقبه، يعني دائما معالجه الموضوع ببدايته ومتابعته بتوقي من ضرر لاحق. وجزء محافظه دمشق ما عم تقصر، يعني في حال اذا طلب منا، والمواطن هو لازم يكون بيبلغنا، وبنطلع بكل حيز جغرافي، وحتى في اساتذه من جامعه دمشق ونقابه المهندسين بيساعدونا بخبرتهم، يعني دائما ما بناخذ قرار فردي، نتعاون بخبرات المتراكمه مع زملائنا. هل اليوم بالاضافه للخبرات في اجهزه اليوم عم تم استخدامها بالكشف على سلامه المبنى؟ واليوم اي مواطن اليوم حب انه يتقدم لكم باستشاره مشكله عنده بالبيت، عم بيروح كمان لدفع رسوم او لا؟ لا لا، اجهزه محافظه دمشق ما بتتقاضى اي رسوم. بيبلغنا انه شاف مظاهر معيبه بعقاره او ببيته، نطلع بنكشف عليها، بنقدر مضره او غير مضره، وبنقول له للمواطن كمان يساعدنا يبلغنا، يحط حوادعات او مؤشرات او محددات، اذا تطورت زادت مع الوقت يخبرنا. ونفس الوقت نحن ندرس البناء ككل، اذا لقينا عيوب انه هذا بس عنده بالبيت مكاني ولا بكل البنايه، احيانا بيكون بناء برجي طابقي. طيب شو هو الجهاز اللي كنا عم نسمع فيه ونشوفه ببعض اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عم يتم استخدامه بالكشف على سلامه المباني اللي تاثرت بالزلزال؟ هلا هو اكثر جهاز عم يستعمل هو المطرقه البيتونيه، مطرقه شميدت، اللي هي بتعتمد على مقاومه البيتون، انه هذا البيتون دائما لو فرضنا مقاومته هذا الموجود محققه اللي حسب ما نفذ، هذا ميزته هذا الجهاز، سهوله حمله، استخدامه سهل، يستخدم مكانيا بعينات، وبينحط عدة طرقات وبتنعمل قراءات، بشوف مقاومة البيتون الموجود بالمنشأ انه هي محققة له ما نفذ. طبعا في تطور تكنولوجي صار، صحيح. في اجهزة ليزر بشوف لك بيراقب ميول المنشأ او العمارة، عندنا هدول الاجهزة، هذا اجهزة ليزر موجود. نعم احيانا بيكون في بناء عم يتعرض لميل، احيانا هالميل ظاهر بالعين لكن نعرف انه عم يتطور ولا لا، في طرق فنية وفي اجهزة صارت موجودة بجهاز النيفو والليزر، وبنراقب بناء وبنحط علامات وتاريخ، مثلا هالاسبوع تطورت زادت ميلي او اقل من ميلي، ممكن تثبت اي ممكن تثبت، احيانا يكون استقرار لانه جمله يعني البناء لا يقل عن 500 طن او اكثر، بتستقر بتحمل حالها، يعني مثل هيك ريحت بس نتيجه الضعف بتسند حالها بما يشبه برج بيزا المائل. طبعا في اجهزه حديثه صار هلا، في تكنولوجيا، في سكانر او ما يسمى السكانر، بتكشفي اذا في تسرب مياه، وفي كمان بيكشف مكان حديد التسليح، احيانا الجمله هون مختلطه علينا، في طبقه طينه كبيره ما بنعرف هذا جدار وراه بلوك ولا حديد ولا بيتون على الحل ما في حديد تسليح، يعني مشان ما نعمل تخريب للجمله الانشائيه. احيانا بيكون السكانر بيكشف كمان خطوط المياه والصرف الصحي توزعها، لانه بتداخل الورشات اللي عم مثلا عم يركب مطبخ او عم يحط برغي بالحيط، بدل ما يسقط بشكل عشوائي بيعمل سكانر بيعرف انه هون في خط مي، ما يضربه ويخرب ويكسر تمام. سيراميك يعني يحط بعض المشاكل بصير بالاكسار. تمام استاذ، يعني قبل ما نختم مع حضرتك في عنا استفسار اليوم بسبب ظروف الكهرباء، بتلاقي كثير من الاشخاص اليوم عم تلجا للالواح الشمسيه، وفي كثير مقولات انه هي الالواح الشمسيه ووجودها اليوم على اسطح الابنيه ممكن تاثر على البناء، شو صحه هذا الموضوع؟ هلا اذا البناء بيتحمل
طبعا دائما الأسطح بالأبنية النظامية قادرة معدلة تحمل أجهزة الطاقة البديلة والماء الساخن وبعض الخزانات لا تخدم هالبيوت بس لكن لازم تنحط بطريقة حرفية. نسأل فني أحيانا شو عم يصير اللي عم يركبها منعا لأنه ما تطير بالهواء عم يعمل عم يثبتها بسميت عم يثبتها مو بس بالبلاط بالجملة الإنشائية عم يخرب الجملة الإنشائية مشان يثبتها. أحيانا بيركبها بشكل عالي بدون حماية أحيانا بتتعرض للهواء أو لعاصفة معينة بتسبب الضرر لا سمح الله. يعني هي هذا اللي إحنا نصايحنا. يعني اليوم عم نحكي كطاقة شمسية نحن ما عم نحكي على طريقة التركيب ما عم نحكي بأثار سلبية على المبنى بشكل لأنه هي بتتعرض للرياح بتتعرض لأنه هي مركبة على هي كل ما يفهم أنه في أشعة ممكن تدخل على الباطون تعمل لا 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 طاقة لا نحن عم نحكي بس بطريقة التركيب لما بتثبتها بالجملة الإنشائية وتحفر وتكذا ما عم تخرب السقف. أحيانا بيكون السقف البيتوني كله 10 سنتي لما سقبته ما عاد رجعت مثل ما هي الجملة الإنشائية صارت هون في نقطة خلل صار تسرب مياه مياه أمطار صارت هون تسوس صار في حديد صدأ حديد أو تسرب مياه للبيت ضرر صار بعد ما بحاجة لإصلاح الأطار. بدنا نشكرك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها المهندس غسان معمولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي ودائما نقول بالسلامة للجميع آمين. وشكرا لكل الجهود اللي عم تقدموها شكرا لكم شكرا جزيلا والله يعطيكم العافية أهلا وسهلا العافية شكرا. وشكرا كثير لكل الجهود اللي عم تقدموها اليوم أشكركم والله يعطيكم العافية. أما هلا مشاهدينا نحن مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل لثاني تقاريرنا لليوم من محافظة حمص حيث تقام دورة تدريبية على عمل الدليل السياحي وكيفية تنظيم زيارات ميدانية للمواقع السياحية. تفاصيل كثيرة منتعرف عليها سوا بالتقرير لزميلتنا شيرين العلي. ضمن دورة الأدلة السياحيين المركزية التي تقيمها وزارة السياحة متمثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة السورية تلقى أكثر من 60 متدربا دورة تدريبية على عمل الدليل السياحي وكيفية تنظيم زيارات ميدانية إلى المواقع السياحية وكانت إحدى الدروس العملية الميدانية في قلعة الحسن الأثرية. الدورة هي السنة فعلا هي دورة مميزة عندنا كفاءات عالية شهادات علمية طبعا كله خريج جامعي بالإضافة في معنا عدد كبير من الدكاترة والمهندسين والمحامين انضموا لهالدورة وهذا مؤشر إيجابي كتير مهم وبيرفع من سوية هاي المهنة. يعني نحن لأول مرة عم نشوف أنه المشاركين بدورة الأدلاء السياحيين هن اللي عم يشرحوا على الأرض. اليوم في عنا جولة عملية، هي الجولة العملية هي مرحلة من مراحل الدورة التي تكسب المتدرب المهارة اللازمة والمعارف أيضا لكي يصبح مؤهل لتمثيل صورة سوريا الحضارية والتاريخية والسياحية أيضا أمام المجموعات السياحية القادمة. وزارة السياحة دائما تعلن عن دورات للأدلاء السياحيين كل عدة سنوات نتيجة الحاجة والمتطلبات اللي بنشوف وبتشوفها وزارة السياحة أنه يعني متطلب أساسي لرفض القطاع السياحي بخبرات جديدة خصوصا من حيث الحاجة للغات الأجنبية. تميزت الدورة بمشاركة كثيفة من شباب وشابات مهتمين بالحصول على معلومات تاريخية وثقافية للمساهمة بنهضة الواقع السياحي في سوريا. الفكرة أنه نحن أخذنا كثير من المحاضرات النظرية وهلأ نزلنا على الجولات العلمية لحتى نطبق الشيء اللي أخذناه ضمن المحاضرات على أرض الواقع. نحن عنا معلومات نظرية، نحن عنا البنية الجاهزة لحتى نكون نحن أدلاء سياحيين ببلدنا لحتى نوثق كل اللحظات الحلوة لحتى نعطي الصورة الطيبة والحلوة عن الأماكن السياحية الموجودة عنا. كان ناقصنا الجانب اللي هو التدريب الميداني أو التدريب العملي. الأماكن اللي نحن موجودين فيها هي اللي ما تعطينا هذه الذخيرة اللي نحن قادرين فيها أنه نرجع نروج لبلدنا بالطريقة الصحيحة. الدورة بشقيها النظري والعملي تسهم بتطوير أداء المتدربين ليتمكنوا من القيام بعملهم كأدلاء سياحيين بكفاءة واقتدار. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من قلعة الحصن الأثرية غربية حمص.
أما هلا وصلنا لفقرتنا الاجتماعية وراح نحكي اليوم عن صفة موجودة عند الكل. اليوم ما حدا مستثنى من موضوع الغضب، ولكن هذا الغضب بيكون عند الناس بدرجات. في ناس كلمة بتخليها تشعل نار مثل ما بنقول بالعامية، وبتكون ردات فعلها كتير سلبية، ممكن يندموا عليها، ممكن يهدموا علاقات، ممكن يهدموا قصص كتير بحياتهم بسبب ردات فعلهم أثناء الغضب. ومن الناحية الأخرى في ناس قادرين اليوم يتحكموا حتى بنوبات الغضب اللي ممكن تشعل فيهم، ولكن هو حالة طبيعية ضرورية. يعني اليوم الإنسان إذا ما غضب شو هالتي معقول يعني؟ وأنتي حكيتي رش على الناس، لكن حسألك أنتي شو من الأشخاص اللي بيعصبوا فورا أم لا بيعملوا كنترول للغضب؟ أنا آخر كفسي بالكنترول مشكلة بحياتي. لك يمكن رشا كلياتنا بنمر بأوقات بنكون معصبين مزعوجين، بيصير في عنا انفعال، ومثل ما ذكرتي اليوم في عنا درجات أشخاص حسب اليوم تماماً. كيف أنت تتدربي تتقبلي هاي الحالة تماماً بحياتك؟ ممكن تلاقيهم يلجأوا للضرب للكسر للأذى، بينما أشخاص تانية يمكن تلتزم الصمت. يمكن هون الصعب إنه أنت مانك قادرة تحكي معه تماماً. هلا الإنسان اللي بيلتزم الصمت مو أحياناً بيكون دليل إنه أنا عاجز إني أحكي معك، ولكن اليوم في شغلات أخرى، وهذا الإنسان بيكون حكيم وحليم وقدران اليوم يتخلص من هذا الغضب بالطريقة النفسية الصحيحة لذاته. رح نحكي أكثر عن موضوع الغضب نحن اليوم، شو كيف قادر نتحكم فيه ما بين السلبيات والإيجابيات. وظيفتنا لليوم هي الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير يا رندا. صباح الخير. تعصبي رندا؟ رندا صباحك. لا من ملامح وجهها بتحسي إنه هي تمام. رندا يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يمكن بالبدايه عندنا اسباب كثيره للغضب اليوم وللعصبيه، ان كانت اسباب اجتماعيه اسباب شخصيه العديد. طيب خلينا نحن نحكي ونوضح ابرز هي الاسباب اللي فعلا بتؤدي لغضب الشخص. هلا اول شيء بدنا نعرف شو هو الغضب. الغضب مثل ما ذكرتي هو انفعال. فانا انفعالي بيكون دائما انفعال اي شيء بده يكون بيعطي سلوكيات، فهو هذا الانفعال بده يظهر للخارج. أنا هو كمان الانفعال هو أكيد بيكون ناتج عن مشاعر تكون موجودة عند الشخص، مثل مشاعر الفرح، مشاعر الحزن، لازم يتعبر عنها بسلوك خارجي لحتى الشخص صحياً يكون مرتاح. فما بالك لما بيكون الغضب، نحن المشكلة أنه أوكي هو صار عنده شعور بالغضب، أو مثل ما قلتي عصبية أو عصب نرفز بلش يخانق بلش يعيط. هلا هذا صحيح هو طلع انفعاله لبرا، هو حيكون بعد مرتاح وفرغ. عشان هيك نحن بنشوف مثل ما قلتي انه ناس بتعصب فجاه بعدين ترتاح، هي في عندها شحنه انفعال ظهرت وخلاص انتفى هذا الموضوع. ولكن في عواقب بعدها بهذا العنف، بيولد عنف، والسلوك الغاضب بيعطي نتائج سلبية تماما للشخص. فنحن عنا لما بنعرف الغضب بنقول هو انفعال، فنحن كتير لازم نربطه بانفعال فطري. يعني هو موجود حالة دفاعية، دائما نحن مندافع عن حالنا، بيظهر بسلوك غاضب أو بسلوك اندفاعي، أنه أنا بدي برر موقفي أو أنا بدي دافع عن نفسي. دائما هو هذا الشعور بيجي ببلش من المعدة وبيطلع بقى باتجاه الوجه والرأس، فدائما بيصير في انقباضات بالمعدة، هذا بيعطي شعور إضافي بالانزعاج، لازم معصب أكثر، بيخلي الواحد يكون معصب أكثر. بعدين بيطلع بيظهر بمظاهر خارجية بالوجه، وبلش بقى هون الجسم عضويا يساعد الحاله الانفعاليه. لا ومنصير قول شو السبب كمان، اشتغل لغه الجسد، قول انه ليش تماما، تقول مثلا انه شبك فورا احمرت وعصبت، هو بيكون بلش معناتها الشعور بلش يعطي سلوكيات ناتجه عن انفعالات عضويه يعني. تماما. اليوم ما بعرف اذا اليوم بيعلم النفس اليوم فينا نحط اسباب للغضب، كونه اليوم نحكي عم نحكي عن قصه فطريه طبيعيه يعني ضرورية حتى اليوم بحياة كل حدا فينا، ولكن احنا هل يمكن يوم نثبت لها أسباب تكون ثابتة بحياة كل حدا فينا، أنه أنا وهايدي لازم نعصب كرمال هاي الورقة، أو أنا لازم أعصب كرمال رندا؟ يعني في شيء أساسات ثابتة اليوم؟ تماما، هو دائما الشعور بالإحباط والفشل. طول ما أنا عندي شعور أنه مثلا هلأ أنا طول إذا حسيت أو وجاني شعور أنه مثلا ممكن هذا اللقاء ما يكون جيد بالنسبة لي، حيعصب علينا رندا، حيعطيني شعور أنه أنا أكون غاضبة، مالي قاعدة مرتاحة، صحيح، معصبة،
بلش مثلا لكم لا معلش انا بدي اخذ شوي بريك مثلا بدي اشرب مي مثلا او ممكن تشعري انه نحن عدوانيين معك تماما عم نعطيكي هذا الاحساس بصير في حالات اسقاطي على الاشخاص الثانيين ما عرفوا يسالوني السؤال المناسب تماما عرفتي او مثلا انه انا مضغوطه كثير فنسيت شو لازم احكي فدائما بصير في عندي تبريرات فعل هلا هون الناحيه ما راح اقول لك الايجابيه ولكن الاخف اثار جانبيه لبعدين هو انه انا عملت اسقاطات معينه حميت حالي راح هذا الشعور بالغضب اللي عندي بدون ما مثلا بتلاقي في ناس انفعاليين ممكن يحمل حاله ويمشي صارت يعني. تماما يترك ويمشي فهو قدي عطى لحاله مستقبلا اثار سلبيه تماما تماما ورسم صوره عن نفسه يمكن ما تكون هي الصح يعني تمام ريندا اليوم برايك مين هيك بيعصب اكثر النساء او الرجال نحن بنعرف انه بالحياه العاميه الرجال هم هيك اكثر عصبيه لكن اغلب الدراسات بتلاقي انه لا النساء انهم اكثر عصبيه شو رايك هلا نحن بمجتمعنا بالغضب والعصبيه متهم فيها الرجال اكثر بحكم مجتمعنا الذكوري دائما راسم صوره كامله للرجل انه هو اللي بيتحمل كل المسؤوليات فمسؤوليات كثير معناتها انا في عندي احباطات كثير يعني مو ضروري انا اكون كامل بكل شيء واقدر انجز كل المهام المطلوبه مني ومسؤولياتي بطريقه صحيحه فانا هون بصير كرجل بصير في عنده احباطات اكثر بتخليه عنده غضب اكثر يعني ممكن مثلا كثير نحن بنشوف انه صار مشكله بالبيت عطل بالبيت معين ما عرف يصلحه فهو بيعصب وبكون في تراكمات اليوم تماما يعني كمان في المسؤوليات بتعمل تراكمات ايه هلا نحن هون بدنا هلا بنحكي بعد شوي انه كيف نحاول ما يصير عندنا هاي التراكمات لحتى ما نطلع بثورة غضب لقاء شيء كتير بسيط وما له داعي طيب خلينا نروح لهذا السؤال رندا اليوم نحن كيف قادرين بهي الظروف اللي عم نعيشها أنا رح أقول لك أنا شو بعمل وبهي المسؤوليات والضغوطات إن كان على الأنثى أو كان على الرجل اليوم حتى الأطفال اليوم هم بيعصبوا يعني أنا بنتي بتقولي خلاص عصبت منك لا أنا آسف يعني اليوم كيف قادرين نتحكم بهدول الموجات العصب التعصيب كيف قادرين اليوم نحن يعني بدنا تصير هي انها طبيعية بس ولكن تكون النتائج ما تكون كارثية علينا يعني فاطمة شو من خلال تجربتك شو بتساوي؟ هلا نحن كلنا اتفقنا انه هذا انفعال فطري يعني موجود عند الكل بيكون بحالة دفاعية انا بدي احاول دافع عن نفسي فيها لحتى دائما كون حامية حالي فانا العنف بيظهر او بكلام او مثل ما قلتي ممكن كسر ممكن اعمل شيء او ممكن غير الحالة اللي انا موجود فيها مثل ما ذكرنا انه بكون بمكانه بغيره هلا لحتى انا ما اتعرض لكل هاي المواقف لازم دائما فكر انه انا شو التفكير انا مثلا معصبه انه مثلا هاي الطاوله مثلا ما لها محطوطه بالاتجاه المناسب لي فانا بدل ما افكر انه اول شعور رح يجي انه اكيد هن مبعدينا فانا لا أصلاً. ايوه فانا بنقل تفكيري انا بحاول دائما انقل تفكيري هي بالتدريب انه اكيد في لها سبب منطقي لحتى محطوطه ومو انا الشخص المقصود بهذا التصرف وحط حالي بدال الشخص الثاني اللي هو اعطاني اللي اعطاني الشعور بالغضب انه اكيد هو كمان هو عم بيعمل هيك لحتى مثلا انه لحتى كمان يحمي حاله او لحتى يعمل شيء كمان هو عنده اسبابه متى ما انا بدلت هاي الفكره بذهني بصير بقى قادر اني اتحكم بعضويتي انه انا ما يرتفع عندي الادرينالين ولا انا تصير انقباضات بمعدتي فورا ببلش بتنفس بتعرفي هي تبع انه عد للعشرة تماما هي تماما هيك انا بعد للعشرة انا بعمل هيك ايه انه في ناس اللي عصبيه كثير لا اخي انا رح اعد للعشرة واحد عشرة انت ما بصير تعمل هيك طيب ريندا اليوم ممكن يكون الغضب او العصبيه شيء وراثي يعني مثلا تكون الام عصبيه طول الوقت بالبيت على الفاظ على كلمات على عنف يمكن تجاه هدول الاطفال او قدامهم حتى كمان خلينا نوضح قد ايه ممكن الاطفال يتاثروا هون ويكونوا هيك بالمستقبل صوره عن اهلهم قد ايه لازم ننتبه لتصرفاتنا قدامهم
تماما. هلا الطفل بنمزج اهله، يعني مثل ما بيتصرفوا الاهل الطفل رح يتصرف، مثل ما بيعاملوه رح يعاملهم. المفردات اللي بتستخدمها الام رح يستخدمها الطفل بنفس الطريقه. ممكن مثلا المثال اللي ذكرتي انه هي ملت من حاله مثلا سؤال، مثلا تقولي لها فرشتي اسنانك قبل ما تنامي، فانت بتكرري السؤال عليها فهي ملت، هي ما غضبت. مشكله انه السؤال بسيط ورغم هيك بيعصبوا يعني. تماما، هي بس شعور لحتى تثبت وجودها، هو هذا ما له غضب هي. لانه اساسا الام ما عم تقولها هي ومعصبه او هي وغضبانه، فهو دائما الطفل بيقلد كل شيء عن اهله، بنمزجهم. هلا كيف نحن لازم الام اذا كانت من الاشخاص اللي بيغضبوا بسرعه وبيعصبوا بسرعه، كيف ما تحط هي ميزانها هو انجاز اطفالها. نحن في عنا امهات بتقول لك انه انا اذا ابني مثلا ما كان منيح بدرسه او ثيابه نظيفه او نام بالوقت المناسب فهذا انا يعني امه منيحه، فهذا بيعطيها شعور بالاحباط، بيعطيها تعصب، بيعطيها انه بدها اولادها يمشوا دائما ستريكت على كل شيء هي بدها اياه. وهذا اكيد ما له شيء ثابت وما حيلتزموا فيه الاطفال اكيد. صحيح. فالمفروض هي ما يكون محورها الاساسي لشعورها بالانجاز هو اطفالها، لازم يكون في عندها شيء ثاني. وبتجيها نوبه الغضب فورا تغير مكانها. إذا هي متعودة تحكي ألفاظ معينة تفوت وتروح مثلا على غرفة معينة تفرغ غضبها فيها وترجع لعند أطفالها، هذا كتير شيء إيجابي. نفس الشيء بالنسبة للرجال، حاول دائما غير مكانك، إذا كنت قاعد وقف، كنت جوا طلع لبرا، هذا كله بيساعد الجسم على أنه يتنفس صح، لأنه يقدر ينظم تنفسه، وبالاخير بيوصل لاخر مرحله من ضبط الغضب وادارته انه انا افكر بالنتائج. صحيح. انه انا يا ترى اذا كنت هلا هون معصب شو حتكون النتائج اللي جايه لعندي، انه انا قد ايه رح بيضرني هذا الشيء. فعلا رح ينتهي حاله الغضب وحيكون فيها تفريغ بدون كبت. ويا ما في علاقات انتهت وخربت من وراء ردات فعل الغضب يعني. ودائما احنا بنقول الكلمه الحلوه طالعه والكلمه السيئه طالعه، يمكن احيانا كلمه صغيره تبقى بقلبك وبروحك بسبب هذا التعصيب. رندا شكرا لك ولصباحك الرايق ما فيه تعصيب ابدا، ما في غضب. يومك حلو رندا وشرفتينا اكيد. شكرا لك يا رندا، واكيد بنتمنى نعمل دائما كنترول للغضب والعصبيه بحياتنا كرمال ما ناذي حالنا وصحتنا كمان ما ناذي الاخرين. شكرا لك. اما هلا هايدي نحن مكملين، وقبل ما نروح لاخر صباحاتنا لاخر فقراتنا الرايقه اللي المعصب بس سمع صوت العود اكيد حيروق، خلونا نروح لمحافظه اللاذقيه بضمن تقرير، حيث اختتم المخيم الطبي الصيدلاني التطوعي للاتحاد الوطني لطلبه سوريا في بلده حله عاره بريف جبله. حنكون بتفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي مع زميلنا مصطفى خضر. سته ايام للتطوع ينهي من خلالها شباب جامعي من كليات طبية وهندسية تابعة لجامعة تشرين خدماته المقدمة للأهالي في بلدة حلة عارة بريف جبلة عبر المخيم الكشفي التطوعي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. فكرتنا نحن من إقامة هذا المخيم الطبي، هاي المنطقة نائية جدا بعيدة عن المستوصفات، عن المشافة، كتير بحاجة فحص طبي، وكانت كتير مسافات بعيدة عن المراكز الطبية إلين، فجبنا الأجهزة الطبية من مشفى تشرين، قدمنا لهم الدعم الطبي من فحوصات شاملة وإضافة إلى صيدلانية متنقلة معنا، صيدلية مركزية، كنا نقدم لهم كل الأدوية اللي بيحتاجوها خلال فترة المخيم. تركز عملنا على توزيع المهام من تنظيم الدور في العيادات إلى المطابخ لتقديم الطعام للأطباء والفريق التطوعي. هلا الشيء المميز اللي كان هون إنه الإقبال كان كثير كبير، يعني حسينا نحن بالهدف اللي جايين كرماله، وهذا الشيء كان كثير مميز. فكرة التطوع عنا هي فكرة موجودة جواتنا، يعني نحن دائما اي شيء بيكون بحاجه مساعده او منطقه او اهالي بحاجه مساعده نحن بنكون متسبقين لحتى نتواجد معهم. بنهايه عمل المخيم قدم كثير لاهلنا في قريه حلة عارة او في بلده حلة عارة والقرى المجاوره تبع لها من خدمات طبيه وادويه، وكان كثير مهم بالنسبه لاهلنا البعيد عن منطقه المركز المديني او مركز الطبي الموجود بالمدينه. رعايه صحيه وخدمات طبيه من خلال عيادات تخصصيه
وأخرى تحمل طابعا اجتماعيا وتوعويا لحماية الغابة وثروات الطبيعة. نعم نحاول نساعد الناس هون وعم نقدم الخدمات للعمدة 6 أيام، أطباء عم نتناوب بين بعض، عم يجينا كتير أعداد كبيرة، جينا لحتى نساعد هون أهل الضيعان، نقدم قد ما فينا من الإمكانيات. نحن كاختصاص نسائية فينا نساعد أهل المنطقة بكشف حالات معينة. يعني تقريبا غطينا شيء 90% من الأدوية اللي بدي إياها الضيعة بشكل عام. المخيم كفكرة رائعة جدا، والأروع من هيك تنفيذ. هي مبادرة تحت اسم سواعد لتكون محطة هامة لتقديم الخدمة الطبية في هذا الريف البعيد وتخفيف الأعباء المادية على الأهالي وحالة تمكين للسكان. جيران الجبل والوادي. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة التميز والإبداع، ويلي من خلالها منضوي على شباب وصبايا موهوبين. اليوم ضيفتنا صبية طموحة خريجة إعلام، موهوبة بالعزف على آلة العود من 10 سنين، اشتغلت على حالة كتير وتدربت لحتى تمكنت من صقل موهبتها، وأيضا بلش طريق حلمها من سوريا وصولا لدولة الإمارات لتشارك بالعديد من الحفلات. خلونا نتعرف أكثر على موهبة ضيفتنا زميلتي سيدرا الشيبة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا سيدرا. يعني اليوم وعدنا المشاهدين كل هذا مشوفنا أنه فقرتنا الأخيرة حتلغي الفقرة اللي كنا قبلها وهي التعصيب. كيفك اليوم؟ رواء الحمد لله تمام. طيب قبل ما هيك نتعرف على سيدرا أكثر، على هذا الطموح الجميل اللي طلعت فيه بجواز سوري لخارج سوريا، نسمع شيء منك سيدرا. تفضلي. احنا عصف أول شيء لفيروز. في احلى من فيروز على الصبح يا رشا. بس اليوم يعني غريبه اليوم سيدرا، يعني البنوته دائما بتروح لهيك للالات الكمان، كثير بحبوا هاي القصص. يعني اليوم عم نشوف توجهك للعود، وهي اله يعني من اهم الالات، خلينا نقول التراثيه الاساسي. اليوم بيقولوا لك اللي بيعرف يعزف عود بيعرف يعزف كل شيء. هذا الكلام كثير صح، لانه اله العود بتجي من اصعب الالات، يعني بدها كثير ممارسه والواحد يتعب لحتى يوصل للشيء اللي هو بده اياه. مثل كمان اله الكمان، هي كمان من اصعب الالات. والعود بالتحديد بتحسي انه البنات ما بيتوجهوا لاله العود. فبتحسي بس تشوفي بنت عم تعزف عود انه هذا شيء كثير مميز، خصوصي لما بيكون مثلا العود الكتريك، او مثلا تكون العود يعني ما له حتى شكل العود غريب. طبعا. اليوم يعني السيدرا مو بس متفرده بهذا العزف، طبعا في صبايا كثير سوريات بيعزفوا العود، بس مثل ما قلتي النسبه اقل، يعني عم تكون حتى اليوم شكل العود اخذ سيستم ثاني. اليوم عم تتحدي سيدرا انت، يعني عم تلعبي على القصه تحدي؟ يعني فينا نقول هيك شيء. فينا نقول هيك شيء. بتمنى يعني انا اشوف العازفين عم يطوروا من حالهم ليرتقوا لمستوى كثير عالي، يكسروا النمطيه. طبعا تمام. سيدرا، لما نقول 10 سنين من العزف على العود، يعني سنوات كثيرة من الخبرة، من التحضير، من التدريبات، خبرينا اليوم شاركتي أو دربتي دورات تدريبية، أو مين الأشخاص يلي اكتشفوا هي الموهبة وساعدوك؟ صحيح. هلا أنا بالبداية والدي هو يلي شجعني، يعني أنا يعني بنت عائلة فنية موسيقية، عندي والدي بيعزف عود وأنا تعلمت منه. أول شيء بداياتي كانت على العود سماعي، فبلشت اعزف سماعي، يعني راقب والدي كيف عم يعزف، حركات ايديه، حاول اخذ منه كيف مثلا لحن هاي الاغنيه. انه كثير استفدت بالبدايه من والدي، وعائلتي كثير شجعتني صراحه. يعني شوي شوي بعدين صقلت الموهبه كدراسه، درستها بشكل اكاديمي وشوي شوي لحتى انا صحت لي فرصه
تكوني معنا كمان اليوم. كمان معكم كثير بشرفني صراحه. قد ايه اليوم حلو السفر وانك تطلعي بهذا التراث السوري الجميل خارج سوريا، كيف كانت هاي المشاركه؟ خلينا هيك نحكي ولو سريعا عنها. هلا بدايه قالت العود السوري بعد ما تصدر لائحه التراث العالمي صحيح. كثير تلاقينا نحن كسوريين وبالشرق الاوسط كثير بنندار لحتى نشوف هاي الاله وين ممكن توصلنا. صار في بصمه. ايوه فالموضوع انه انا يعني لهيك شاركت برا بكثير حفلات. طيب رح نرجع لمشاركاتك بالحفلات ونحكي عنهم اكثر، حابين لسه نسمع شيء منها؟ اكيد رح نسمع شيء لملحم. تفضل. ملحم كمان ملحم، التحدي كبر اليوم. يلا اليوم يعني فوق كل التحدي لسه عم تعزفي لملحم وما في ورد بيطلب مي. انا كثير بحب ملحم صراحه. تمام سيدرا، انت خريجه اعلام قسم صحافه ونشر، ايضا لجانب دراستك الاكاديميه عندك موهبه، اليوم جمعتي بين الموهبه بين الدراسه بين العلم، هل ممكن تكفي اليوم بهي الموهبه او لا ممكن كمان نشوفك بالمجال الاعلامي؟ هلا انا بصراحه من انا وبالجامعه كنت اشتغل بالمجال الاعلامي وكثير بحب المجال الاعلامي، بس مع هيك يعني أنا في الجانب الفني بيضل ملازمني، خصوصي آلة العود صارت إنه جزء مني، فحتى لو إنه اشتغلت بمجال إعلام يعني ما رح يلتغي الجانب الفني أبدا. فاشتغلت بالبداية بموقع سيريان ديز واشتغلت وانتسبت لاتحاد الصحفيين، وهلأ يعني مثل ما شايف عم بعمل حفلات برا، فأنا بصراحة كثير بحب المجالين، وكثير منشوف إعلاميين عندهم خبرات يعني او عندهم مواهب. صحيح. يعني بتلاقي الاعلامي اللي بيعزف، بتلاقي شاعر، بتلاقي عازف، بتلاقي كوتش، بتلاقي يعني متعدد المواهب، هذا الشيء كثير حلو صراحة. اكيد سيدرا، هيك خلينا نستفيد من الوقت شوي اليوم، وهي المشاركات الخارجيه اكيد اضافت لك شيء، قدرتي انت ايضا تاثري وتكون لك بصمه خارجيا وتاثرتي ورجعتي بثقافات اخرى، شو اضافت لك هي المشاركه؟ بصراحه يعني اي تجربه ممكن تطور من شخصيتك. فهلا شخصية الواحد قبل ما يفوت أي تجربة بتكون غير، فيعني الواحد بتحسيه يعني كتير أضافت له، كتير صار غني بالتجارب، انصقلت شخصيته، صار عنده معارف تانية، يعني صار عنده مثلا بكآلة العود، مثلا أنا لما طلعت لبرا على الإيقاعات الخليجية صار عندي معرفة بالنمط الخليجي بالإيقاع بالكلمات الخليجية، يعني كتير أضافت لي صراحة كتير. تجربتي كانت غير شكل بالإمكان. تمام، ويمكن اليوم كل عمل أو كل موهبة بتبلش عند الشخص بيكون في صعوبات، في عقبات ممكن تواجهه، اليوم شو واجهك سيدرا من صعوبات؟ هلأ حالياً أنا لما طلعت على الإمارات الصعوبة اللي واجهتني هي الإيقاع الخليجي، لأنه الإيقاع الخليجي ما أنه نمط واحد، ما انه آلة وحده اللي بتعزف، هي عده آلات، بس رح تسمعينا كمان. أكيد هلا أكيد. خلينا نسمع. طيب خلينا قبل ما نختم نروح لعند سيدرا كرمال يكون الختام عندها، يعني اول شيء سيدرا بدنا نتمنى لك كل الخير والتوفيق، وبدنا نضل هذا الحلم له تتمه بحياتك، ونشوف اسمك من العازفات السوريات المتميزات والاعلاميات، ان شاء الله هيك نشوفك بين هذا الله يعني. سيدرا شكرا لك ولحضورك. شكرا لك يا سيدرا وكل التوفيق ان شاء الله بحياتك المهنيه والشخصية. يعني خلينا نقول نودع المشاهدين، أكيد بدي أشكر كل حدا تابعنا وجميع كادر صباحنا غير، ومثل العادة بكرة بيتجدد موعدنا معكم، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير.
شكرا لك هايدي اكيد. ورح نترك الختام الجميل عند سيدرا لحتى هيك ببعض بمعزوفه جميله نختم هذا الصباح اللطيف. شكرا لكل الكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. يومكم حلو. شكرا لكم المصورين. شكرا نزار على هدول الوردات الجميلات. ويوسف يعطيكم الف عافيه. كونوا بالف خير. باي باي.